السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متتبعين قناة سلمى براني أوفيسيال إخواني أخواتي في الله، فيديو جديد وأخبار جديدة حبابي. ما تزبيوش هذا الفيديو بالأخص باش تسمعوا سميرة أشنو اللي قالت وشنو الميساج اللي صفطت ليونس، أشنو الميساج اللي وجهت ليه والهضرة هي عطاته واحد تنبيه. سميرة طلع ليها الدم وواحد الميساج اللي وجهاته ليونس اللي هي كتهضر في واحد الهضرة اللي هي محلها، هي ما غلطات حتى في شي حرف. غتخليكم الحباب وتسمعوا كل شيء بالصوت والصوره كالعاده. انا فقط غادي نقول لكم اهلا وسهلا بالناس اللي التحقوا بينا في القناه والناس اللي انضموا للعائله ديالنا الصغرى، وشكرا للناس كاملين اللي كيديروا لي اللايك، وشكرا للناس اللي كيدعموني وكيدعموا الفيديوهات ديالي، وشكرا شكرا للناس اللي كيبارطاجيو الفيديوهات ديالي. الله يرحم لكم الوالدين ويخليكم ليا ويطول لي عمركم. ما تنساوش حبابي اللي غيمر بالصدفه ويشوف هذه القناه ولا هذا المحتوى وعجباتو يضغط على الزر الاحمر والجرس باش توصلوا بالجديد اللي كنزل على قناتي وقناتكم فضلا وليس امرا طبعا. ما تنساوش حبابي اللايك لهذا الفيديو، بغيتكم تفرقعوه ليا بلي لايك، الله يجعل لكم قصر في الجنه ويعطيكم كل ما تمنيتوه حبابي. لايك 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 لهذا الفيديو، بغيتكم دعموه وبالمزيان ويطلع، ما غتخسروا فيه والو حبايبي. لايك فابور وما كياخذش منكم واحد ثانيه، وهانتوما درتوا صبيع والفيديو غيلتحقوا به وحدين اخرين وغدعموه ويزيد القدام. حنا ما كناخذوا حتى شي سنتيم على هذا لايك، فقط باش كدعموا الفيديو كيزيد القدام. خليكم حبايبي واسمعوا الميساج انفويي من عند سميره ليونس، وسمعوا شنو اللي قالت ليه وباش شنو وجهات ليه عفوا. خليكم ما تزبيوش، نقول لكم الى اللقاء فيديو جديد واخبار جديده. واللي غيقول لكم هذا الميساج هي الاخت فاتحه فاعله الخير جزاها الله خيرا، وتحياتي لها من المنبر. نقول لكم الى اللقاء، باي باي. والخرجات بهم الاخت سميره كانت باينه المعنى وكان باين الميساج اللي صيفطاته الاخ يونس. وهي سميره مؤخرا ما بقاش باغيه المشاكل وما بقاش باغيه الصداع وما بقاش باغيه تجبد الماضي او تهضر في بين ولادها بشكل ما خايبه، لان خايفه على ذاك الاطفال وخايفه على السمعه ديالهم وخايفه ربما تفتقد ولادها. وبين الميساج اللي درت له انفايي. خوتي وخواتاتي، اخبار سخونه مازال في ميكتها. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، تحياتي للمتتبعين ومتتبعات ديال فتحه فعلات الخير فيما كانوا، تحياتي لوليداتي، تحياتي لبناتي، تحياتي للمتتبعين اللي التحقوا بينا جداد، ومرحبا بالناس القدام حتى هما، راه القناه قناتكم. ديروا لايكات وكنشكركم على اللايكات، والله يعطيكم الجنه ونعيمها، وشكرا بزاف على الكومونتيغات الزوينين. ما السلبيين مرحبا والف مرحبا بهم، ما تيهمنيش، المهم انا عارفه راسي اش كندير. بالعكس هذوك الكومونتيغات السلبيين كتزيدو تحفزوني وتعطوني القوه والجد باش دابا تاتي المتتبع اللي كتبعوا فاتحه فعلات الخير، عطيو لي الودينات ديالكم مزيان وسمعوا لي واستلغوا في هذا الفيديو هذا والميساج اللي دارته انفويي سميره البارح. ما باغياش تجرح الاب نتاع الولاد ديالها، لان خايفه خوتي خواتاتي يعاقبوا هذاك الاطفال منين غادي يبقاو يشوفوهم، حيت كيتفرجوا في القناه ديال امهم. بالله علاش وجهتي الميساج خايب للبانا؟ وسيختو الاخت سميره ما باغياش دي بروبليم وما باغياش المشاكل تجبدهم مع يونس، باينه معنا من اولها. حنا نتمنوا لهم والله الا رجع، قسما بالله سميره والله ما بغات تجرح يونس، بغات تخلي سلت كما كنقولوا الشعره بلا الدم ديالها. ما باغياش المشاكل وما باغياش الصداع، ولكن المعنى سميره كانت باينه معويناتك. هنا والله الا كنقول لك الله يدفق الحليب بيناتكم، والله زرع الخير بيناتكم، حنا ما حاسدين ما محسودين. حنا بغينا لكم غير الخير، بغينا لكم التوين تاع الخير. قال لك اللي بغى الخير لخوه المسلم حتى ربي يجيب له الخير حتى هو، يعني كيقول لك عاند ما تحسدش. بالعكس انا والله الا نفرح نهار اللي غيجمعوا داك الوليدات مع الاب ولا الام. سميره البارح وجهت واحد الميساج باش تسكت يونس، دارت له ميساج انفويي، قالت له ما شديتش 17 المليون كما خرجت وقلتها انت، شديت قاده وبقات خمسه ما بين ربعه وخمسه ديال المليون اللي كان سالها نتاع الكراء ونتاع الحضانه نتاع الاطفال ونتاع الطقطق، وهذيك 34 مليون يلا استنفت فيها وما شداتهاش وما ربحت مسكينه والو. سميره طلعت في لافير خاسره، نقولوا واقعيين. شتي اخوتي شتي المتتبعين ديالنا، ما نكونوش كننافقوا بعضنا البعض، نكونوا كنديروا بيناتنا نكونوا صريحين. شتي سميره اللي خسرته مع المحاميه، راه المحامين ملي كتدخلي لهاد السوق ديال المخزن كتدخلي ليه، راه سوق انا كنسميه، يعني كتحطي اكثر من اللي غادي تنجحي. علاش؟
لان مع الطلع والهويد والطلاق وعطي المحامي يطلب منك هدا وثاني يقول لك زدني هذا، المحامي كيقول لك زدني هذه وهذه ما قدتنيش ومصاريف ما هذه ما نافحانيش وطططط، كتولي داخله لواحد البلاصه العافيه الشك. سميره تبارك الله ما شاء الله على ربات هذاك الاطفال، وانا دائما غنبقى نقولها وكنعطيها عطيه ربي القوه. علاش كنقول لكم يا خوتي يا خواتاتي المطلقات واللي غادي يطلقوا واللي عندهم الاطفال ما تقنطوش من ولادكم، لان ربي خلقكم في الكون ما غيفرطش فيكم. ربي كيكون الاطفال والله العظيم كيكون، علاش كيقول لك ربي كيخلقهم برزقهم، هذوك الاطفال كيكونوا خير على الاباء ديالهم. ربي ما هدا تعطاهم لهذا الكون، وكنتي راضية انت قانعة جبتيهم بالقناعة ديالك. اختي انا كنوجه الميساج كلشي لخواتاتي في الاسلام، تكوني بداك الاطفال جبتيهم بالقناعة ديالك، يعني ما بزز لك حد بالسيف، ما قال لك حد علاش تحملي ولا ما تحملش، كنتي راضية بالحمل ديالهم، كنتي راضية بالولادة ديالهم، كنتي راضية بزاف ديال الحوايج. خصك تعطي لهم الحقوق ديالهم حتى هما ما داخلينش الدراري شتي هادشي اللي كيوقع ما بين المرأة والراجل. الدراري لا علاقة في المشاكل ما بين الاب والام. عاش كنت دائما كنخرج هذه 4 سنين وانا حلق مطرح وكنقول لهم الدراري خليهم بعاد، شتي كنربوا ولادنا، حنا اللي كنعطيو ولادنا تربيه حسنه ولا تربيه فاسده، حنا اللي كنربوا ولادنا فيهم الخير ولا كنربوا فيهم الشر، راه كلشي كيخرج من الوالدين. حنا اللي كنعطيو لولادنا اشنو كننتجوا من عندهم، ما نكونوش غلطين، ما نكونوش حقودون، ما نكونوش محسدين، حنا بالعكس حنا كنتمنوا الخير لذاك الاطفال. واللي عنده شي مشاكل ما بينها وبين الرجل ديالها تخلي ولادها بعادي، لان ولادين حساسين تبارك الله ما شاء الله، ولاد اليوم انتيليجون. الا غدوزي مع راجلك ولا غادي تنوضي انت وياه خليهم حتى ينعسوا، وسيري تناقشي مع راجلك بلاتي هي احسن، تقدر تسلك بلاتي وما تسلكش بالغوات والزقا والمشاكل، لان المشاكل كتجيب الضرر راسك اختي العزيزه. وبزاف ديال العيالات اللي اتصلوا بيا وكيقول لك اختي حنا خرجنا ندير رجالنا بلا خاطرنا، كنا متفاهمين مع رجالنا ما بين الصباح والعشيه طلقنا، ما بين الصباح والعشيه اصبحنا متشردات.